la corona. Ça n'a pas été cité au Coran? On est tous au courant, mais on en a cure. Du Coran, des curés, et des cures qu'on nous procure. La cure? Pas de cul, mais beaucoup de cœur. La cure? Un gel des culs et un dégel des cœurs. Des culs gelés, confinés, asséchés, assoiffés, et des cœurs liquéfiés, humidifiés, imbibés de bonté. On dit que c'est pour notre santé. Alors? Santé. Cul sec. Ah. Avant 2020, on disait main froide, cœur chaud. Mais en vain, car en 2020, on se serre plus les mains. Et on sert plus de vin, ni froid, ni chaud. On fait plus d'accolades. On se fait plus de rigolades. On fait que compter le nombre de malades. Il paraît qu'il y a aussi les asymptomatiques. Des porteurs anonymes, involontairement tragiques. Une sorte de cheval de Troie dans une cité antique. Un James Bond 007 de la Crown Britannique. Mais il y a un hic dans la couronne. Au Buckingham Palace, un virus ronronne. Le prince Charles a dit « Cette fois, c'est la bonne !» Le sang bleu a intérêt à se mélanger avec du jaune. Il a remplacé Lady Diana par Miss Corona. Pam, pararam, pam, pam, pam. Oh là là, elle est virulente, cette nana. La 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 la. Virale. Bestiale, brutale, elle est à la fois locale et mondiale, anti-commerciale et pour le rapprochement familial. Le rêve, quoi, la femme idéale. S'il l'avait su, la conquête de Rome aurait été faite par Hannibal. Ni éléphant, ni bateau. Il l'aurait fait à pied ou à cheval. Mais bon, Rome n'a pas été faite en un jour. Demandez à Rémus et Romulus, allaités par une louve. Aussi, le monde n'a pas été détruit en un jour. Demandez aux Chinois qui dégustaient une chauve souris. 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 T'es encore en vie. En vie, Kali. Malaïcha Hachina. Échec Kalba. Kalka Hachina. 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 عايشين في حلقة حلقة واحدة حلقة واحدة متاع مسلسل واحد مسلسل واحد فيه حلقة واحدة قاعدة تتعاود كل يوم يعاودوا ويبثوا نفس المسلسل اللي قاعد يتعاود واللي فيه نفس الأبطال يقتلوا بعضهم في آخر الحلقة وكي تتعاود الحلق يعاود ويحيي ما يحييوش على خاطرهم يتقتلوا في آخر كل حلقة اللي هي حلقة واحدة الحلقة وحلتنا في الحلق لا لحقنا لا حلقنا
حلقنا. الحلقة بيدها محلقة واحنا دايرين بيها محلقين. حلقة مدورة كصفر واحنا كل اصفار ندور 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 في الاخر ندور على بعضنا نسلسلوا بعضنا منسلسول ظهرنا بكلنا مسلسلين في مسلسل في حلقة واحدة 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 نتسلسلوا وحدنا نجي ونتسرسبوا ما نلحقوش. الحق الحق ما حقوش. انتظرونا في الموسم الثاني ما تندموش. ويجي الموسم الثاني فيه نفس الحلقة غير الأبطال عملوا كروش. شوف لي حل. شوف لي حلقة جديدة نكسر بها السلسلة ونكسر بها تسلسل أفكاري المصدى المغلغلة. الحل نحل شباب كراسي ونخلي الريح يطربق لي كومباسي. نهوي مخي ونقتل الجرثومة. الحل نسرح الحل قوم قوم ما تخلي حد يسلسلك. قوم كسر القيود. قوم حرر روحك اليوم. عسلامة طلال الأيوب. النص اللي باش نقراه اليوم هو نص أصلي لأنجي ماليشكا اسمه The Window النافذة، وعنده 3 سنين نص عاود كتابته بالدارجة التونسية وعملت له دراماتورجيا أخرى. نص يحكي على ممثل عمرها 30 سنة قاعدة نهار كامل في الدار ما عندهاش خدمة وتلوج على خدمة ما بين المسرح والتلفزة والبيبليسيتي والسينما وما عندهاش سر. دونك اليوم النص هذا اخترته خاطر نوعا ما يحكي على الوضعية اللي عايشين فيها احنا اليوم. الممثلة هذه عندها ولدها متخيلته من كثر ما قعد في الدار تخيلته وتحكي معاه. والنص هذا فيه 26 مشهد. اليوم باش نحاول نقرا لكم زوز مشاهد. هذا النص. المشهد الاول. استوديو وسط العاصمة في تونس، طابق الخامس، على اليمين كيتشينات، فريجيدير، شباك يطل على مدينة ثقافة في محمد الخامس، في الوسط طاولة، فرش، تلفزة، تليفون، خزانة كبيرة متاع حوايج وبرشا كتب مفردة في كل بقعة، في كل حيوط تصاور متاع ممثلين، أفلام ومسرحيات، فوق بكل فما حبل متاع شريطة. 3 أنبوبات كبار ما بين الكيتشينات والبيت والطاولة حيط ترانسبارون. نسمع صوت الساج تاع التواليت. تخرج مرأة عمرها 30 سنة تلبس في حويجها بزربة وتعيط. ليث ليث وينك يا ليث؟ هاي يخرج عاد يزم البلاد مش وقت لعب توا. مش فهمنا من الصباح؟ باهي فهمتك شنو تحب هاو باش ناخو بخاطرك أما شوية برك. تبدا تلعب معاه قلد صوت الاطفال زعما زعما. وين متخبي هو؟ وين وين تراه ماهوش في الطنجره؟ لا ياسر ذكي طفل هذا ديما غالبني زعما ماهوش في الخزانه. لا زعما ماهوش في جيبي تراه. لا هي تعرف اللي هي متخيلته وتعرف اللي ديما يتخبى تحت الطاوله. ديما غالبني تاعي يخرج عاد ما عادش بيكري عليا. انا عملتلك سكالوب باني كيما تحبو برشا فريت بنيني قرمش وباش نحطك الكوميك اللي تحب عليه.
هيا عاد راه باش نتخشش، يلزمني نلبسك دبشك او باش يهبلني يا طفل. لو مش تفهمنا من الصباح باش يسمع كلامي اللي كان طيب لك اش تحبه، ونوعدك كي نرجع ناخذ لك الديناصور اللي يتحرك اللي لونه اخضر اللي وعدتك بيه. يا ماضي ساعة توا ما عادش بكري تليفون. الو وي اهلا بيك كيكتين باهي، انا يمكن راه نوخر شوية. باهي باهي هي هاني جاي هاني جاي. تعلق تليفون. صاحبتي سيرينك اللي حكيت لك عليها باش تتعدالي نمشي مع بعضنا بكهربتها جديدة. هيا عاد ما نجمش نغيب اليوم باش يقسموا علينا ليرون. بعد استاج اللي عملناه اختاروا من 300 ممثل وممثلة 10 باش يخدموا معاهم في الكرياسيون جديدة. جايبين مخرج تونسي عايش في المانيا وماخو برشا جوائز، والبريمير باش نعملوها في اوروبا. بيان سور يقبلوني باش يقابلوا ممثلة خير مني. حتى سيرين ماهيش خير مني، هي ديما عيطولها في التلفزة خاطر حليلتها شوية وديما تتزعبل زاد. تهيا عاد اخرج، ماك تعرفني ديما نخسر في اللعبة ما نعرفش نلوش. هاو باش نخرج ونخليك وحدك. اي تسكر الباب وتقعد في الدار تستنى فيه تقول يخرج من تحت الطاولة. شي ما يخرج. ديماني عرفتك تحت الطاولة كالعادة، هيا خرجت شي ايش بيك حقرني. هيا اخرج. تدخل تحت الطاولة عامل روحك دايخ بالعانية. هيا فيق ليل، فيق ليل ليل شبيك هاو داخل بالحق. تليفون وصلت صحي. سمعني بقى برا مشي على روحك برا. ولدي ما نعرفش بيه اش عنده، عنده سخانة وديخ تنخلط عليك. اي تي مش مشكل اي دور يعطيهولي ناخذه. ليه ليه ما يطردونيش يا عنده سخانة بالحق. تعلق تليفون. نسمعو طفل يضحك. يا بليد طالع لامك ممثل من الصغرى ولا تفجعك. هاكا دبشك محطوط، هاكا فطورك تجي جارتنا بحذاك. اقعد هكاك وحدك ومن بعد ما تقوليش عمل اعطيني التابلات وين الديناصور اللي نحب عليه. تاخذ التليفون تكلم صاحبة السيرين. الو وين وصلت؟ استناني استناني لحظة هاني هبطت لك تو. المشهد الثاني. مسرحية كاملة تصير في بيتها في نفس الدار. قاعدة على الطاولة تقص في البصل، نشوفوا برشا دموع في عينيها وصوت متاع كوميك في التلفزة. تهنى تو هاني نهار كامل بحثيك، لوج على شكون باش يصرف علينا وشكون باش يشتري لك الديناصور اللي تحب عليه. حتى الكونت متاعي في الروج ما قلحيه هاك المخرج. وانا زاد قداش ما نشدش روحي. تسكت. الكلهم كيف كيف. تصور قاعدة نستناو فيه نص ساعة باش جاي سيجارو في يدو لونيت سولي على عينيه ومام با سلم علينا. يسخايف في روحو سكورسيزي متاع المسرح وضرب ساعة يحكي ويشكر في روحو ويسب في التوانسة اللي خدموا معاه. والناس الكل ردهم ما يعرفوش يعملوا مسرح وما فما حتى ممثل يسوى في تونس. من بعد عطانا نص زعما زعما نص هو كاتبو هو لا مراك كل واحد باش يخرج منه وضعية. خذينا 10 دقائق نحضروا وقسمنا رواحنا كل 3 مع بعض. انا قعدت وحدي مستانسة نقعد وحدي. وقت اللي تحكي نشوفه دموع هابطة من عينيها وما نفهموش يا من تقشير البصل يا تبكي. وفات 10 دقائق نقصت انا اول واحدة باش نخدم. انا جيت داخلها وقال يا انتي تعرف تغني شنوا كيفاه؟ لي سيفين طايشين قدامه والاسيستون بحذاه يعرفنا واحد واحد. ما قالوش اللي انا ويتون دو كونسيرفاتوار، ما شافش السيفين، ما قالوش خدمت قبل. كليتها في قلبي وسكت. بديت نغني في النص اعجبته. الكلهم قعدوا كيشخي وانا زاد عاد عملتهم بالصحيح. قال لي انتي باش تاخذ الرول برينسيبال، ايش قد ممثل ايش ايش قد بحذاه. الولاد عنا ممثلة باهية. أنا عاد كلبها ليا وين تلقاني من الفرحة. قلت سلكتها باش يبدا كارييري صحيح باش يهزني لألمانيا ويردني ستار. باب العرش تحل قدامي. مشيت قعدت بحدي وقعدنا نتبعو في الجروبات الأخرين وكل جروب يتعدى يدور المخرج يسألني على رأيي.
أنا سارحة خمة مكيكة وحسيت بحاجة تحطت على فخذي اليسار. جيت نشوف نقايد، قلت بالكش السيد مش بالعاني وعلى نيته. بعد ساقي قرب ساقه وبعد الكرسي زاد حط يده وبدا يتلمس. هو كيكة وانا سخطته بضربة على يده وقمت له وبديت نعيد، يلي ما تحشمش يلي ما تحيش، شو تخايف في روحك الشيب والعيب الهم هالعزاء، تخايف فيها كيف التلاويح اللي يرميوا في رواح مع المخرجين باش يمدوا وجوههم. نوقفك عند حدك، انا قاري 4 سنين واستجيت وهم وسخط باش واحد كيفك مسخ يرمي في يديه عليا، والله ما نحطك في الحبس، والله ما نشكي بيك. ودخلت عليه بالسبان والتعا وجماعة تحز وتسكت فيه لين خرجوني من الصالة. عيط لي المنتج، جيت البيرو حكيت له الصار، قعد ساكت يسمع فيه. ومن بعد قال لي عايش بنتي ما تعرفوش هذاك شكون، حكاية صغيرة ما نكبروهاش وتتولي صحافة وإذاعات تحكي علينا، واحنا ما نحبوش نوسخوا سمعة الشركة متاعنا. ريض روحك، حكاية فارغة تو نمشي نحكي معاه. أمان قتلو، أنا وليت غلطة. شدتني الخصة وبديت نبكي وهزيت روحي وخرجت وطربقت الباب على قوت قوتي. هاو يطلب تاو 17 أبيل ديجا برا زمر، حتى حد ما شاد عليا للسمالة تطيح، لما نعمله فضيحة في الجرايد ونهبطلو ستاتيو في الفيسبوك بالذمة. ديش كومش يقف معايا أنا، دي حتى حق فلوس المحامي ما عنديش، هما صحابي وما يخفوش معايا، زعما يحبوا يخدموا الا ما نشوه له سمعته. هاي يا شنو باش نعمل الشر هذا، مني باش نعيش؟ فاتورة الضو جات غالية المرة هذه وعندي برشا ما خلصتهاش، وزيد توصيف ما فماش خدم وحتى الدعم ما جاوبوش، والعروض عندهم 4 شهور والتو اللي خلصونا. حتى زوز المسرحيات اللي نخدم فيهم كل واحدة مشاكلها، هاو ممثل ما يحبش يبرف، هاو منتج طلع قلاب، هاو مخرج طرد ممثلة. اوف لبس لبس ليث ليث، تحب نمشيو بالفيديرة؟ تحب نتفرج في الحيوانات؟ على الأقل خير من البشر.